أهلا بكم مشاهدينا إلى جولة بين الصحف العربية والعالمية الصادرة لهذا اليوم، والتي نبدأها بأبرز العناوين التي تصدرتها. موقع إخباري يتساءل من يصادر أجهزة التنفس من صنعاء. اكتشاف أنواع جديدة من طيور سقطرى. من أخبارنا المنوعة، مكتبة في هولندا تحتفل بعودة كتاب بعد مرور 40 عام على استعارته. أهلا بكم. اختفت الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا في صنعاء، فظن الناس أن تجار الأدوية وملاك الصيدليات هم من احتكروا تلك الأدوية والمستلزمات من الأسواق للمضاربة بأسعارها، لكن معلومات لم تكشف عنها وزارة الصحة تفيد أن هناك من قام بسرقة تلك الأدوية والمستلزمات. وعنوان موقع المشاهد نت: مع تفشي جائحة كورونا، من يصادر أجهزة التنفس من سوق الدواء في صنعاء؟ تؤكد المعلومات أن الحوثيين هم من صادروا هذه المواد الأساسية بالقوة وأجبروا التجار على تسليمها لهم قبل أن يتم نقلها إلى أماكن مجهولة. وفي ظل مصادرة هذه المستلزمات الضرورية من قبل جماعة الحوثي، يبرز السؤال التالي: أين تذهب هذه المعدات الطبية والأدوية المهمة في مواجهة الوباء؟ يرجح مصدر في وزارة الصحة أن أعمال المصادرة وتخزين الأدوية والمعدات الطبية وخصوصا أجهزة التنفس الاصطناعي تأتي ضمن احتياطات القادة الحوثيين لإصابتهم وعائلتهم بالفيروس ولتقديم الرعاية الطبية لهم. وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها وفرت 154 جهاز تنفس اصطناعي لليمن، إلا أنها لم تعلن عن خطتها في توزيع تلك الأجهزة وأين تم تسليمها. والمرجح أن أغلبها إن لم يكن كلها تم تسليمها للحوثيين في صنعاء. أغلق الحوثيون معظم مقابر دفن الموتى وسط العاصمة صنعاء في وقت يطالبون عائلات المتوفين بالتوجه إلى المقابر الموجودة خارج العاصمة. عنوان موقع يمن مونيتور: الحوثيون يغلقون مقابر وسط صنعاء، هل تفشى كورونا لدرجة كبيرة؟ وارتفعت قيمة القبر الواحد في صنعاء إلى ما يزيد عن 1,000,000 ريال، وهو أعلى بخمس مرات من راتب الموظف اليمني العادي. وقامت وزارة الأوقاف والإرشاد في صنعاء التابعة للحوثيين بإغلاق عدد من المقابر في أمانة العاصمة، وأظهرت مقابر أنه تم بناء بوابتها بالطوب للتأكيد على وقف فتح قبور جديدة. ولم يسبق أن أغلقت سلطة سابقة المقابر في العاصمة في فرض واقع مختلف مع بدائل ضئيلة. وحسب مسؤولين في وزارة الأوقاف الحوثية، فإن القرار جاء لوقف تدفق الجثث إليها، ولا تستطيع الجماعة المسلحة إيقاف أنباء عدد الجثث التي تدفن عن الخروج للعلن. واعتقل الحوثيون عددا من حفاري القبور تحدثوا لوسائل الإعلام، من بينها يمن مونيتور، عن الوضع في العاصمة. وقال موظف في وزارة الأوقاف بصنعاء أن وزارة الأوقاف والإرشاد ما كانت لتتدخل في إصدار توجيه بإغلاق المقابر في أمانة العاصمة إلا بسبب التدفق الكبير للجثث إليها ووصول عشرات الجثث يوميا. نهب سافر وتمييز بامتياز. تحت هذا العنوان كتب نقيب الصحفيين اليمنيين الأسبق عبد الباري طاهر مقاله تعليقا على ما فرضه الحوثيون على اليمنيين ومطالبتهم بدفع مبالغ مالية لصالحهم. وجاء في المقال الذي تنشر بلقيس مقتطفات منه: فجع اليمنيون، كل اليمنيين، بصدور اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة، وكأنه لا يكفي اليمنيين الحرب المتطاولة منذ أكثر من 5 أعوام، ولا المجاعة المحيقة بغالبية السكان، ولا الحصار الداخلي والخارجي المدمر، ولا التشريد لأكثر من 4 ملايين، ولا الأوبئة الفتاكة التي تقتل المئات والآلاف.
قرأت مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة والصادر برقم 48 لسنة 2020. التفسير الوارد في اللائحة يتصادم مع الدستور اليمني ومع كل الدساتير في البلاد العربية والإسلامية بل ومختلف دول العالم. فهذه اللائحة تمنح فئة من المجتمع تمييزا بالحصول على جزء من الثروة الوطنية الملك العام للشعب كله، فالثروة في الإسلام ملك للناس وليس لشريحة معينة تقوم مقام الله، والصراع منذ قابيل وهابيل ومنذ قال أحدهم هذا لي يدور من حول المال والسلطان. الركاز والمعادن وما في باطن الأرض ملكية عامة للشعب شأن السلطة السياسية نفسها. هؤلاء سلطة الأمر الواقع في صنعاء يعطون لأنفسهم حقوقا لم يعطها الدستور ولا القانون. إنهم الآن يستولون على الثروات بدون وجه حق، ولكن سن تشريع تمييزي وعنصري هو كارثة لا تقل عن نظام الفصل العنصري في أي زمان أو مكان، وهو ما يرفضه الشعب اليمني. اللائحة التنفيذية كقانون الزكاة لن تكون القشة التي قصمت ظهر البعير، ولا النقطة التي أفاضت الكأس، ولا الشرارة التي أشعلت السهل، وإنما هي نار الفتنة التي لعن الله موقظها. شهد هذا العام 2020 اكتشافاً علمياً يستحق الانتباه، كونه يشكل إضافة نوعية لقائمة التنوع البيولوجي في جزيرة سقطرى بشكل خاص واليمن بشكل عام. ففي مايو الفائت تمكن اثنان من الباحثين من تسجيل إنجاز علمي فريد لسجلات الطيور اليمنية من خلال اكتشاف أنواع جديدة من الطيور النادرة والمتوطنة في جزيرة سقطرى اليمنية، وفقا لما أورده موقع حلم أخضر والذي عنون في تقرير خاص اكتشاف أنواع جديدة من طيور سقطرى. فبعد دراسة ميدانية وجهود جديرة نجح الباحثان وهما البريطاني ريتشارد بورتر، وهو أحد أبرز علماء الطيور في العالم، ومعه الباحث اليمني أحمد سعيد سليمان وهو رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة في سقطرى، في تسجيل 5 أنواع جديدة من الطيور المتوطنة في سقطرى من خلال نشر بحث علمي حول قائمة حديثة لأنواع الطيور في الأرخبيل. خلال الشهر الماضي استطاع الباحثان البريطاني بورتر واليمني سليمان من اكتشاف أنواع جديدة من الطيور المتواجدة في أرخبيل سقطرى وتسجيل أنواع جديدة في قائمة طيور سقطرى. وحقق هذا الاكتشاف أن أنواع الطيور المتواجدة في سقطرى تبلغ الآن 225 نوعا من الطيور، بالإضافة إلى تصنيف 12 نوعا من الطيور ضمن الأنواع المتوطنة بسقطرى وهي لا توجد في أي مكان آخر في العالم. وقال التقرير الذي كتبه محمد الحكيمي أن هناك 180 نوعا من الطيور المهاجرة تتوقف لفترة من الوقت أثناء رحلاتها الطويلة من مناطق التكاثر في أوروبا وآسيا إلى مناطق الشتاء في أفريقيا. الأديبة الكويتية المعروفة سعدية مفرح تكتب عن العنصرية التي تحرق المجتمعات وتفكك الدول، وقالت في جزء من المقال الذي نشرته العربي الجديد: لن ننجو إلا بمقدار، والنجاة الحقيقية لنا بوصفنا بشرا من وباء العنصرية هي في استمرار النظر إليها ممارسة قبيحة واستمرار محاولة النجاة منها ولو على سبيل التمظهر أو التمثيل. فهذا يعني أننا نخجل منها ونخجل من الاعتراف بأن ما نقوم به هو عنصرية. فالبشر محكومون بفكرة نحن وأنتم أو نحن وهم أو أنا وأنت أو أنا وهو، على الرغم من أن الخطاب الديني في كل الأديان تقريبا يقول كلكم لآدم، فهو يعيدنا إلى فكرة بشرية واحدة مرجعيتها العنصر ذاته. ولكننا ومنذ الوعي بوجودنا ذاك ربما وتدريجيا تحولنا إلى فكرة الاختلاف بيننا بناء على الأفضلية الذاتية، وهذا يعني أن العنصرية مكتسبة ومتوارثة ثم أنها مكرسة بالاكتساب والتوارث. والدليل على ذلك أن الأطفال على سبيل المثال يولدون بعيدا عن تلك الفكرة ويتعاملون مع أقرانهم حولهم بغض النظر عن الاختلافات التي يراها الكبار، ولكن التربية أحيانا هي التعريف الحقيقي لتحويل الفرد من إنسان طبيعي إلى إنسان عنصري. سريعا ما تبدأ بتدجينهم وتحويلهم إلى نسقها العنصري بنسب مختلفة وفقا لنوع التربية والقائمين عليها في البيت والمدرسة والجامع والشارع والمجتمع ككل. ليس أمامنا إذن سوى مواجهة ما نحن فيه،
وعدم الاستمرار في الخديعة الذاتية ولو على مستوى فردي. أولا على الأقل، فهل نحن فاعلون؟ قطعت عنهم الرواتب منذ 5 سنوات، هل كان ذلك من أجل أن يصبحوا جاهزين للقتال في صفوفها كمصدر وحيد للحصول على راتب ووفقا لصحوة نت؟ قتل العشرات منهم، ميليشيات الحوثي تستغل ظروف المعلمين وتزج بهم في جبهات القتال. كشفت مصادر تربوية في صنعاء أن الميليشيات الحوثية لجأت مؤخرا إلى تكثيف حملات التجنيد والاستقطاب في صفوف المعلمين، مستغلة توقف المدارس وانقطاع الرواتب وسوء الأوضاع المعيشية. وفي حين يقدر العاملون في قطاع التربية والتعليم في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بنحو 130 ألف شخص، وتحدثت مصادر عن قيام مشرفي الجماعة الانقلابية بتنظيم عشرات اللقاءات في صنعاء ودمار والمحويت وريمة مع منتسبي قطاع التعليم لغرض تجنيدهم. قالت المصادر إن وزير الجماعة في حكومة الانقلاب يحيى الحوثي وشقيق زعيمها أمر مسؤولي التربية في صنعاء من اتباع جماعته وفي بقية من أتباع جماعته وفي بقية المحافظات بتنظيم دورات تعبئة طائفية للمعلمين ومنحهم مكافآت مالية لحضور هذه الدورات. يخوض اليمن المعركة ضد انتشار فيروس كورونا بإمكانات شحيحة للغاية، إلى حد أنه لا يمتلك أجهزة فحص كافية. عنونة صحيفة العربي الجديد: لا يملك اليمن سوى 6 أجهزة لفحص كورونا رغم تفشي الفيروس. وتشكك المنظمات الدولية في الأرقام الرسمية المعلنة بسبب عجز السلطات الصحية اليمنية عن اكتشاف المصابين بالوباء، مع تأكيدات بأن الأرقام الحقيقية أضعاف العدد المعلن، إذ أن أجهزة الفحص لا تتوفر سوى في 6 مدن رئيسية. وترفض السلطات الصحية التابعة للحوثيين الإفصاح عن حقيقة الوضع الصحي في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة، كما تتهم الأمم المتحدة بالتهويل وتقول أنها لن تكشف الأرقام حفاظا على مناعة المجتمع. ومقابل تستر الحوثيين على الشمال، هناك جهة أخرى تخفي أرقام الضحايا في الجنوب. وكشفت الصحيفة عن تدخلات المجلس الانتقالي الجنوبي في سلطات وزارة الصحة وإرغام اللجنة الوطنية للطوارئ ومنظمة أطباء بلا حدود على عدم الكشف عن الأرقام الحقيقية. أوضحت المصادر الطبية في أن اليمن يمتلك 6 أجهزة فحص PCR فقط، وتم توزيعها على المدن الرئيسية في عدن وصنعاء وتعز وحضرموت والحديدة وسقطرى، كما أن هناك عجزا شديدا في محاليل الفحوصات أو الفحص الخاص بفيروس كورونا. المدن ستسجل عودة بعد فيروس كورونا، هكذا كان شأنها دائما. تحت هذا العنوان كتبت ميغان ماكاردل مقالها المنشور في صحيفة الواشنطن بوست، وجاء فيه: من المؤكد أن المدن سوف ترتد عائدة إلى الحياة، لأن المدن على المدى الطويل دائما ما ترتد عائدة مرة أخرى، بغض النظر عن كم قد يبدو ذلك غير مرجح في الوقت الحالي. عانت روما من قرون من الأوبئة وتعرضت للكثير من حملات النهب، وحتى مع أن عدد سكانها انخفض لبعض الوقت إلى درجة أن أنشطة رعي الماعز وزراعة الكروم كانت تتم داخل الجدران الإريلانية، فإنها الآن أكبر مما كانت عليه في أي وقت مضى. يمكن أن تسقط مدن فرادى أو حتى تختفي من الوجود، لكن المدينة على مدار تاريخ البشرية كانت تنمو فحسب. على الرغم من نبوءات أجيال لا تحصى من ذوي الأخيلة الرعوية، لكم يجب أن تكون فوائد العيش بالقرب من الآخرين هائلة، ولكم من الصعب التخلي عن ذلك، خاصة عندما ينخرط هؤلاء الآخرون في الحرفة نفسها التي تزاولها. من المؤكد أن فيروس كورونا المستجد ألغى مؤقتاً العديد من المزايا ووسائل الراحة التي يتيحها التكتل الحضري، كما أنه يخفض أيضاً تدفقات الهجرة التي أبقت على الخدمات رخيصة
ووفيرة للطبقة المهنية الحضرية المتنامية باستمرار، وسيكون من الصعب إعادة فتح هذه الصنابير طالما بقي الفيروس مستوطنا في العالم النامي، كما سيفعل على الأرجح بعد فترة طويلة من تمكن أمريكا من إخماد الوباء. في هذه الأثناء سوف تظل مكامن التوتر في حياة المدينة باقية، الجحيم هو الآخرون كما كتب سارتر، وخاصة عندما تشاركهم حافلة تعبر المدينة وهم جهنميون حقا مع وجود فيروس مميت. وقد دفعت هذه المضايقات الطبقة الوسطى إلى الخروج في منتصف القرن، وسرعان ما تصاعدت معدلات الجريمة وأعمال الشغب. دعت منظمة العمل الدولية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة لإنهاء محنة آلاف البحارين العالقين على متن السفن في جميع أنحاء العالم بسبب تدابير كورونا. وعنوان موقع روسيا اليوم نقلا عن المنظمة الدولية، 150 ألفا إلى 200 ألف بحار عالقون على السفن بسبب كورونا. طالبت المنظمة في تقرير لها الحكومات وسلطات الهجرة والصحة والبحرية بالعمل معا للاعتراف بالبحارة على أنهم عمال رئيسيون يضمنون تدفق التجارة وحركة الإمدادات الطبية الحيوية ومعدات السلامة والمواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى أثناء الوباء. وشددت على ضرورة تنفيذ أحكام اتفاقية العمل البحري لعام 2006 والقاضية باتخاذ جميع التدابير الممكنة دون إبطاء لتسهيل تغييرات الطاقم وعودة البحارة مع اتخاذ خطوات لتقليل مخاطر العدوى. أفاد التقرير بأنه وبعد أكثر من شهر من إصدارها التحذيرات في نهاية إبريل بشأن محنة البحارة التي رفض منحهم الإذن بمغادرة سفنهم، تم إحراز تقدم محدود، ولكن برغم ذلك فإن الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم، خاصة وأن العديد منهم أكملوا جولات على متن السفن لأكثر من 4 أشهر حتى الآن. وحذرت العمل الدولية من أن إجبار البحارة المنهكين على مواصلة العمل لأكثر من 4 أشهر بعد انتهاء عقودهم أمر غير مقبول ويعرض صحتهم والسلامة البحرية للخطر، ودعت الحكومات إلى العمل لإحداث تغييرات في الطواقم الطبية أو البحرية. معذرة. كتاب يعود تاريخ استعارته إلى مارس عام 1981، والآن قرر مستعيره أخيرا إرجاعه للمكتبة التي حصل عليه منها، فهل سيدفع الرجل للمكتبة غرامة التأخير الضخمة؟ يعنون موقع الدي دبليو، هولندي يعيد للمكتبة كتابا بعد 40 عاما من استعارته. قررت مكتبة تقع بمدينة غروس سبيكل الهولندية الواقعة بالقرب من ألمانيا الاحتفال بعودة كتاب إليها بعد مرور 40 عاما على استعارته منها، إذ قرر واحد من رواد المكتبة إعادة الرواية الضائعة معللا سبب احتفاظه بالكتاب إلى استمتاعه الشديد بقراءتها. علقت المكتبة على الأمر بقولها: يبدو أن التخلي عن هذا الكتاب كان أمرا صعبا للغاية، مضيفة أنك كعامل في المكتبة أحيانا يصعب عليك تصديق عيونك، في إشارة لتاريخ استعارة الكتاب. الكتاب الذي استعادته المكتبة أخيرا هو رواية بعنوان العودة إلى أويغستغيست من تأليف الكاتب الهولندي جان وولكرز، وتتناول التنشئة المسيحية الصارمة للمؤلف، وتم تحويلها إلى فيلم. قال الموقع إن غرامة تأخير الكتاب التي يفترض على الرجل أن يدفعها 1738 دولار. أعلنت أسماء الفائزين بجوائز سوني أعلنت أسماؤهم الفائزين بجوائز سوني العالمية لمحترفي التصوير الفوتوغرافي 2020، وفاز بابلو الفارينجا بلقب مصور العام عن عمله حول المجتمعات الأصلية في أمريكا اللاتينية. فما هي الصور التي التقطها؟
في جولتنا هذه نستعرض عددا من صور بابلو ومصورين آخرين وقد نشرت على البي بي سي. عدد من رسومات الكاريكاتير التي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في آخر جولة من حلقة هذا اليوم. هذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم على خير بإذن الله. إلى اللقاء.